نرحب بكم مشاهدينا من جديد، ونتحدث في وقفتنا الأولى عن الاحتفال في صباح اليوم من خلال وضع حجر الأساس لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة بولاية بركة في جنوب الباطنة. ما تضمنه هذا الاحتفال وما الهدف من إقامة مثل هذه المشاريع المتمثلة في توفير المسكن الملائم للمواطنين؟ سنتحدث حول تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية، مدير عام المديرية العامة لتطوير العقاري. أهلا وسهلا. أهلا فيك. حياك الله. وأيضا المهندس يعرب بن مبارك الحضرمي، مدير مشروع الأحياء السكنية المتكاملة. حياك الله. أهلا وسهلا فيك. في البداية، قبل الحديث عن تفاصيل هذا المشروع كمدخل، المهندسة سهام، هل هذا المشروع هو الأول من نوعه في السلطنة؟ كمشروع سكني يخصص للمواطنين كحي متكامل، نعم هو المشروع الأول. طبعا هنالك المشاريع السياحية اللي قد تكونوا سمعتوا عنها واللي يقيمها القطاع الخاص بنفس الشكلية، هي مشاريع متكاملة، مشاريع تطوير عقاري، لكن هذا المشروع اللي يميزه أنه هو مخصص للمواطنين وكبديل للسكن عن توفير الأراضي. بدأت بالمميزات، ولكن دعينا نتحدث عن الفكرة العامة. نعم. سكن متكامل أو أحياء سكنية متكاملة. نعم، حي سكني متكامل يعني فيه نوع أنواع مختلفة من السكن، يعني تشكيلا من الفلل والشقق والفلل المتلاصقة والبيوت المستقلة، وكذلك فيه الأماكن الترفيهية والحدائق والمجمعات التجارية وكل ما يحتاجه ساكن هذا الحي من مستلزمات مثل المستوصف، المدرسة للأولاد، هذه كلها مكونات المشروع، والمسجد بالتأكيد. يعني اليوم أكيد كان وضع حجر الأساس، ونبارك لكم هذه الخطوة اللي تعتبر لربما الخطوة التنفيذية في أرض الواقع. نتحدث معك المهندس يعرب، كيف كان الاحتفال بهذا اليوم، وما هو الانطباع المأخوذ من هذا اليوم أيضا؟ حقيقة اليوم تشرفنا بتشريف معالي الشيخ وزير الإسكان الموقر، كان هو راعي الحفل. تكون الحفل من عدة فقرات، منها تدشين الفيديو اللي رأيتموه اليوم، هو أول فيديو ترويجي، وراح يكون بداية لسلسلة فيديوهات أيضا راح تكون في خلال الحملة التسويقية للمشروع إن شاء الله، والتي سوف يدشنها المطور أيضا. صاحب أيضا الحفل معرض مصاحب كان لي، فيه صور من عدة مقاطع من المخطط الشامل للمشروع، وأيضا بعض الواجهات للوحدات السكنية المتنوعة في المشروع. كيف جاءتكم الفكرة؟ إذا نتحدث عن الفكرة، وجود حي سكني متكامل كما ذكرت سابقا أستاذة سهام، وجود أيضا المرافق الترفيهية، المرافق المهمة للمواطنين، الفكرة كيف جاءت؟ الفكرة جاءت بتوجيهات سامية. نعم. من لدن مولانا جلالة السلطان عزه الله، وكان الهدف منها واحدة من الأهداف اللي هي تقليص القوائم الانتظار بالنسبة للمستحقين لقطاع الأراضي السكنية. نعم. وأيضا تحسين نمط العيش وتشجيع الشباب للسكن في مجمعات سكنية متكاملة. طيب، والنهج والتفكير أيضا في هذا الجانب. ممتاز. مهندسة سهام، أكيد هناك شراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بهذا الموضوع، حدثينا عنها أكثر. الحقيقة أنه شراكة بدأت من أول ما جاءت فكرة هذه المجمعات. تم تعيين اللجنة التسييرية برئاسة المجلس الأعلى للتخطيط طبعا، واللجنة مكونة من 6 أشخاص، 2 منهم كانوا من القطاع الخاص، فالحكومة حرصت أنه يكون القطاع الخاص داخل هذه اللجنة من أجل أن يفيدنا بكل ما ممكن أنه يساهم فيه في مثل هذه المشروعات. طبعا الشيء الثاني هو المهندس يعرب. المهندس يعرب مدير المشروع، ليس موظف الحكومة، وإنما منتدب من شركة نفط عمان لإدارة هذا المشروع بخبرات السابقة في مشاريع مشابهة في، وهذه أيضا شراكة من القطاع الخاص بأنه يعني أنه المهندس يشتغل معنا في هذا المشروع. وكذلك المرحلة الثالثة هي المطور، المطور اللي دخل في هذه الشراكة مع الحكومة وتحمل يعني المشاركة في المخاطرة في الربح والخسارة في مسألة إنشاء هذه المجمعات.
المجمعات السكنية لربما يعني مفهوم قد نسمع سابقا ولكن لم يتواجد في أرض الواقع أو يتعامل معه بشكل تطبيقي في أرض الواقع كما ذكرنا سابقا. إذا تحدثنا عن المشاريع السابقة خارج السلطنة المهندس يعرب، هل تم الاستعانة بهكذا مشاريع بخبرات سابقة بتجارب أيضا؟ نعم يعني اطلعنا على تجارب عديدة في مجال الماس هاوسينج او الديفلوبمنت اللي هي تطوير السكني ومجمعات سكنيه ايضا في هذا الجانب، وكانت تجارب ناجحه من كل بكل المقاييس. يعني طلعنا على التجربه السنغافوريه في هذا الجانب، وهم كانوا اسبق بكثير في مجال المجمعات السكنيه المتكامله للمواطنين. ولكن ايضا في السلطنه ايضا توجد يعني مجمعات مشاريع مشابهه ولكن تختلف من التنفيذ، فهي للقطاع الخاص اكثر من الان الفكره انه الشراكه بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ مشروع سكني متكامل يقارن بالمشاريع الموجوده حاليا في السلطنه ولكن باسعار تكون في متناول الايدي، وبالتالي انه هؤلاء اللي هم في قوائم الانتظار بامكانهم التملك بكل يسر. يعني نضع خطوط على قوائم الانتظار، اذا تحدثنا من هي الفئه المستحقه بان تحظى بهذا كجزء من الاحياء السكنيه المتكامله بان تعيش هذه التجربه، هل كان برغبتهم ام غير رغبتهم؟ نتحدث معك استاذه سهام. بالنسبه لقوائم الانتظار، طبعا مشروع المجمعات السكنية المتكاملة هو بديل من البدائل لتوفير السكن الكريم للمواطن، وبالتالي سوف تكون الأولوية لأصحاب الطلبات في هذه في مسقط وجنوب الباطنة، لأن المحافظتين قريبات من بعض وممكن اللي يسكن في هذه يقدر يعيش أو يداوم في مسقط مثلا. يعني قوائم الانتظار مش يعني ليست هي فقط المغزى، وإنما كل من هو عائل ويحتاج إلى منزل يعني في حي يعني أو بشكل عاجل ممكن أنه يستعين في هذه المساكن. وهذه المساكن ليست توفر فقط سكن، وإنما الكثير من الناس يعانوا من مسألة يعني عندما تتوفر الأرض، طيب هذا المقاول من يتابع؟ المواطن ما عنده خلفية في البناء، قد يتعرض لبعض المشاكلات في انتهاء المشروع أو أنه ما يتوفق في المقاول، وبالتالي هذا يريحه من كثير من الإشكاليات الأخرى أيضا. يعني المواطن يحظى بمسكن من خلال يعني المطالبة من خلال قوائم الانتظار، ويحظى به في المرحلة الأخيرة يكون جاهز بعيداً عن المشكلات كما ذكرت بالضبط سابقاً. بالضبط، وهو في حي متكامل وليس مثلاً ينتظر سنوات حتى تتوفر الخدمات من طرق ومياه وكهرباء وخلافه. يعني نستطيع القول أن هذه إحدى المميزات، وأيضاً كما ذكرت سابقاً المهندس يعرب أن المميزات في هذا الحي السكني اللي هو الشراكة ما بين القطاع الخاص. طيب إذا تحدثنا عن مميزات أخرى معك المهندس يعرب، ما هي؟ بالنسبة للمشروع قصدك؟ نعم مثل ما تفضلت المهندسة سهام أنه المشروع متكامل من كل الخدمات الموجودة. أما نتكلم عن الخدمات الموجودة نتكلم على البنية التحتية الأساسية كلها متوفرة، يعني شوارع، أرصفة، ممرات، مماشي، حدائق خضراء، منتزهات، منطقة تجارية، منطقة للمجتمع، جامع محيط بالعديد من الفعاليات والخدمات الموجودة. فبالتالي يعني مجرد ايضا العيش في هذا خلينا نقول الحي السكني يعطي دافع اكثر على حسب ما اعتقد. يعني طيب لو تسمحي لي المها، بس لما سالتي عن اطلاعنا على تجارب الدول الاخرى وذكر المهندس يعرب سنغافوره، طبعا لكل دوله مميزات واحتياجات مختلفه عن الدوله الاخرى. احنا عملنا دراسه استشاريه لتحديد الاحتياجات اللي يحتاجها المواطن العماني في سكنه، وفعلا عملوا استبيانات وتم توزيعها على الناس من اجل معرفه الحاجه الحقيقيه للمواطن العماني، وبالتالي هذه المجمعات استفادت من التجربة اللي في الدول الأخرى وأضافت إليها أيضا اللي إحنا استفدناه من هذه الدراسة من احتياجات المواطن العماني في هذه المجمعات.
يعني هي دراسة وظفتموها من أجل وصول الاحتياجات نعم. وتوفير هذه الاحتياجات نعم. أكيد المشاهد الآن يتساءل لربما متى يمكن الإنهاء هذا العمل كون أنه حجر الأساس في صباح هذا اليوم. أتوقع الفترة الزمنية الطويلة هناك مراحل سيمر بها هذا المشروع. نتحدث عن متى نستطيع القول أن هذا المجمع السكني هو جاهز بالكامل؟ نعم تم وضع حجر الأساس باليوم الحمد لله، ولكن أيضا هناك أعمال أخرى تمشي يعني موازاة للأعمال الإنشائية. حاليا نقوم بتطوير المخطط الشامل. طبعا المخطط الشامل الذي تم تقديمه من المطور كان على مرحلة بدائية فقط، الآن احنا جالسين أنه نأخذ المخطط الشامل إلى مرحلة تفصيلية. من بعدها يتم تسليم المخطط الشامل واعتماده من قبل الجهات الحكومية الأخرى. طيب هذه نستطيع القول هذه المراحل التي ما بعد وضع حجر الأساس نعم. واللي هي دراسة المخطط نعم. الشامل نعم. طيب أتوقع أن هناك أيضا تساؤل آخر، بدأتم بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة، ماذا عن التوسع مهندس سهام؟ اليوم سعادة نائب الأمين العام لمجلس المجلس الأعلى للتخطيط أعلن أنه في اتفاق بينهم بين المجلس ووزارة الإسكان على توفير مخططات لتطوير العقاري في معظم محافظات السلطنة، وبالفعل إحنا كوزارة نعمل على هذا وجهزنا عديد من هذه المخططات اللي يمكن تطرح في مراحل قادمة بإذن الله ليكون هذا المشروع سلسلة متكاملة من الأحياء السكنية في كل محافظات السلطنة إن شاء الله. كونك المهندسة سهام مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري، وتحدثت قبل قليل عن المشاريع العقارية التي من خلالها تستطيعون التوسع في هذا المجال، حدثينا عن المشاريع العقارية في السلطنة كيف تجدونها؟ المديرية أنشئت حديثا صار لها سنتين. لما أنشئت كانت الغاية منها هي تسهيل وتوفير الإجراءات التي يحتاجها المطور. أنت تعرفي في بعض المطورين كثير يشتكوا من أنه الإجراءات تطول في عدة وزارات، وإذا وافقت وزارة قد ترفض وزارة أخرى. فالآن المديرية تعمل على إنشاء مركز للمطورين، وتم توقيع اتفاقيات مع جميع الجهات مشكورة أن في خلال 27 يوم إذا ما كمل المطور كل الاحتياجات لكل الوزارات يقدر أن يحصل على التصريح، وبالفعل إحنا قائمين على هذا. بالإضافة إلى أنه المديرية الآن تشجع المشاريع الخاصة، مشاريع الأحياء السكنية التي تقوم فيها الحكومة هي جزء، الجزء الآخر هو المشاريع اللي يقومها القطاع الخاص وهي متوفرة بكثرة ويبيعوها للمواطنين اللي طبعا غير المواطنين مستحقين للأدوار. هناك مواطنين يحتاجوا أن يعيشوا في مثل هذه المجمعات، وبالتالي الآن المديرية بالفعل تحاول أنه تجلب استثمارات في هذا المجال وتشجع قيام هذه المجمعات السكنية المتكاملة. طبعا المجمعات السكنية المتكاملة هي من المشاريع اللي تكمن فيها كافة التسهيلات للمواطن. أي نحن نتحدث عن المواطن نعم. نتحدث عن احتياجاته. المهندس يعرب أتوقع المواطن يحتاج بأن يبقى أول بأول يتعرف على أخبار هذه المجمعات، وتحديدا هذا المجمع في ولاية بركة، كيف يتعرف على هذه الأخبار؟ هل هناك مصدر موثوق من خلاله يتحتم على المواطن التواصل مع الجهات المختصة؟ نعم، واحدة من الخطوات القادمة إن شاء الله بعد وضع حجر الأساس، المطور يعمل حاليا على الخطة التسويقية، وبالتالي أيضا سوف يعني تسويق المشروع نفسه يكون عن طريق المطور. الخطوة القادمة راح يكون هناك مؤتمر صحفي إن شاء الله سوف تعلن عنه أشياء كثيرة، منها الأسعار وعدد الوحدات السكنية، آلية التفاضل بالنسبة للمستحقين. من بعدها راح تكون هناك قنوات إعلامية خاصة للمشروع التي يمكن التواصل فيها من قبل المستفيدين. جيد، هل هناك أي تفاصيل نزودها المشاهد بخصوص هذا المؤتمر؟ حالياً سيعلن عنه قريباً إن شاء الله. لكن أيضاً بالإضافة إلى الإعلان، طريقة التوزيع كيف ستكون هو أنه بنعمل برنامج إلكتروني بإمكان المواطن أنه يدخل يختار الوحدة ويشوفها بالضبط كيف شكلها، لما يختار وين موقعها يختار الموقع، يختار نوعية العقار اللي يريد يشتري في هذا المشروع، وبالتالي يعمل له بلوك ويكون هذا هو خياره، يعني اختاره على ليس على خارطة،
وإنما على برنامج متكامل يقدر يعرف عدد الغرف، المساحات، يعني كل احتياجاته فيه. فهذا أيضا سيعلن عنه بإذن الله. إضافة إلى ذلك مهندسة سهام، تسمحي لي أيضا، في خطة لعمل وحدات سكنية كموديل. نعم. وسيكون هناك مركز تسويقي في الموقع. نعم. يعني اللي يجي للمركز التسويقي راح يشوف الوحدة السكنية سواء كانت فيلا متصلة، فيلا منفصلة أو شقة على الواقع، وراح تؤثث أيضا بحيث أنه يأخذ فكرة عن إيش اللي يشتري بالضبط. يعني لا يكتفي فقط بالرؤية من خلال الواقع الافتراضي، أيضا هناك واقع آخر متمثل تصل من خلاله الصورة المتكاملة. شكرا لكم لوجودكم معنا في برنامج من عمان والحديث عن مشروع الأحياء السكنية المتكاملة بولاية بركة، المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية، مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري. شكرا لك. وأيضا المهندس يعرب بن مبارك الحضرمي، مدير مشروع الأحياء السكنية المتكاملة، يعطيكم العافية. شكرا لك، الله يعطيك العافية. إذن مشاهدينا ننتقل إلى موضوع آخر وتقرير يتحدث عن حارة السيباني، نتابع.